السلامة استاذ. اهلين. سناء سجلي للدكتور مواعيد موعد الاستاذ شعلان ليوم الاربعاء الساعة 9. ماشي. عمران مالك يا عمران؟ الله يكون بعون الماء، الله يكون بعونها. بابا احنا مو لازم نترك هيام لحالها، خصوصي انه لهلا ما في اي خبر عن عمران. الله اعلم كيف بده يكون وضعها. ولا تنسى انها حامل يا بابا. يابا يا حبيبي احنا شو طالع عبيدنا؟ هلو. ايوه احكي يا ساده. ايش بتقول؟ ايه طيب 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 انا هلا بروح بجيب امه وهيام وبجي على المستشفى. خير بابا طمني ايش في؟ لعيب نوران بين بس حالته تعبانه كثير، بدي اروح اخذ اختك هيام وامه على المستشفى. يا طيب الحمد لله انه بين. بابا اغير اوعيه واجي معك. لا يابا انت خليكي هون استني اختك حنان. يلا الحمد لله يا رب الحمد لله. باي. سامحني يا عمران. سامحك عمران، أنا لازم أخذك على المستشفى مشان أعمل لك كسور. بخاف يكون معك كسور. لا لا ما في شيء. مستحيل يا عمران، أنت حالتك مش طبيعية. مين اللي عمل فيك هيك؟ إبراهيم. إبراهيم شفيق. عمران بخير، مجرد جروح كدمات بسيطة. يا صادق الله يخليك، ما تخبي عني إشي، ابني ماله. يا خالتي صدقيني مثل ما قلت لك. عمران بخير، الحمد لله. يعني مجرد جروح كدمات بسيطة مثل ما قلت لك. الحمد لله. الحمد لله، خالتي. نعم يا صادق. أنا واصل مشوار صغير. إذا احتجتوا أي شيء هي دكتور مش تجوه، اطلبوه منه. ليش لوين رايح أنت؟ مشوار صغير هي. الحمد لله اللي إجت على قد هيك، لا تقلقوا. الحمد لله. على إذنكم. مع السلامة. شفتي يا عمران؟ يا رب تنامي يا بخير يا رب. هيا يا عمران ألف خير إن شاء الله. أنت متأكد إنه إبراهيم شفيق؟ أيوه متأكد يا بيك. عمران حالته خطرة جدا. تعرض لتعذيب شديد. فتق في الحجاب الحاجز. تمزق في أحد رئتيه. بظن هذا دليل كافي إنكم تلغوا القبض على إبراهيم شفيق. لا لا مش كافي. لعد إمتى راح تلغوا القبض عليه؟ لما يقتل واحد منا. يا دكتور اللي عندي ابراهيم شفيق اكبر من هيك بكثير. يعني انا ما بدي القي القبض عليه واسجنه بمجرد الشكوك بالشروع بجريمه قتل. لا انا بدي القي القبض عليه واسجنه وهو متلبس بجميع جرائمه. وانا بتمنى نفس الشيء يا بيك قبل ما يأذي ناس بنحبهم. ما يهمك. إذا كان بتوصف الدكتورة العام فكون مطمن، إحنا أخذنا جميع الاحتياطات. استريح دكتور استريح. شرب فنجان ويا تروق أعصابك. يا ريت، بكون شاكر لك. أعطينا اثنين قهوة يا أبي. نعم وصلت. مع السلامة.
هلا مش عارفين مين اللي اعتدى عليه، بس ابنك سالم بيعرف، لكن مش قابل يقول مين وين. مسكين عمران، طول عمر حياته ما أدى حدا ولا إله أعداء، والكل بيحبه. عشان هيك أنا بقول إنه لازم نعرف مين اللي اعتدى عليه. سهلا. حضرتك توفيق الباشا؟ ايوه يا ابني انا توفيق الباشا. انا ايهاب، ايهاب رزق. اهلا وسهلا، تشرفنا. هو بصراحه انا بعرف انه الوقت مش مناسب ولا المكان مناسب، بس انا ما لقيتش فرصه احسن من هاي الفرصه اقدر احكي معك فيها. خير يا ابني، شو في؟ انا بصراحه بطلب ايد حضرتك، بطلب ايه؟ ايد بنت حضرتك حنان. نعم. بصراحة هو فعلا الوقت مش مناسب ولا المكان مناسب، يعني هذه أغرب خطبة بتمر علي. بدك تعذرني عمي، أنا بخربط شوي ومش عارف شو بدي أعمل. طيب ليش ما تجيب أهلك وتتفضلوا عندي على البيت نتحدث في الموضوع؟ أنا ما إلي أهل. ما إلك أهل؟ طيب ماشي الحال يا ابني، تعال بكرة عندي لحالك نتحدث في الموضوع وإن شاء الله بصير خير. حنان بتعرفني أنا. وبتعرف إنك بدك تخطبها؟ أيوه. وموافقة؟ لا. غريب أمرك يا ابني، يعني لا المكان مناسب ولا الجو مناسب ولا إلك أهل وبدك تخطب بنتي وبنتي مش موافقة، كيف بتصير هذه؟ مش عارف، أنا تايه. يعني أنا بصراحة عمي مش قادر أتصور الحياة بدون حنان. على كل حال يعني شو بدي أقول لك، أنت بصراحة فاجأتني. تعال لحالك بكرة على البيت وبنتحدث في الموضوع وبشوف إن شاء الله بصير خير. طيب أنا ألف ألف شكرا عمي، شكرا لك وتصبح على خير. شكرا. السلامة. أما خطبي غريب أمر هالولد. مثل ما طلبت مني لحقت السيارة اللي بتوزع الإنتاج، وقفت قدام الصيدلية، نزلوا منها كراتين وعلب ودخلوها على الصيدلية، وأكيد في هذه الكراتين أدوية. وبعد ما مشيت السيارة جيت عشان أخبرك، وقفت سيارة قدامي في الطريق ونزلوا منها شباب، واحد طوله طول الحيط ونزلوا فيه ضرب. ما وعيت على حالي ولا انا مخزن تحت الارض. بعد هيك اجى ابراهيم شفيق، فكروني ميت، قال لهم ادفنوه او ارموه في البحر. يعني مصنع الادويه لسه شغال؟ اكيد، وبطريقه غير قانونيه. ولا ليش حاول يقتل عمران لما عرف عنهم؟ بالضبط، علشان هيك لازم نروح نشتري علاج من اي صيدليه للادويه اللي بصنعها ابراهيم شفيق. طيب يا صادق، كيف بدنا نعرف اسم العلاج؟ لازم نعرفه. ما احنا لقينا في نفايه ابراهيم شفيق حقن لعلاج طفرانيل اللي هو مضاد الاكتئاب الثلاثي. اسمعي يا نعم، انا راح اكتب لك الوصفه اللي هي بتحمل نفس اسم العلاج وبتروح تشتريه من الصيدليه.
مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علمياً باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. اليوم انت سويتها اليوم اخذت سنترم واخذت خطوه للامام للعنايه بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الالف للزنك عشان تقدر تقول كل يوم اكيد سويتها. اغلب الناس يبغوا شكلهم حلو، يبغوا ابتسامه حلوه، تقول انا نفسي ابيض اسناني بس اسناني حساسه، ايش اقدر اسوي؟ انصح باستخدام سنسودان كلينيكال وايت لانه فيه مواد مثبته علميا انه هو يبيض الاسنان درجتين وفي نفس الوقت يحميها من الحساسيه. انا اثق في سنسودان كلينيكال وايت. هل تنزف لثتك عند استعمال الفرشاه؟ قم بالتغيير، قل اهلا لغسول اللثه من بارادونتاكس. يستهدف 3 مرات اكثر بكتيريا البلاك حول اللثه ويساعد بمنع تراكم البكتيريا. بارادونتاكس، عنايه فعاله بصحه اللثه من خبراء اللثه. ليلى تعرس بنتك وتقول هالحكي؟ ليلى عرس ايمان يا احمد، رجال لا تدخلين. ايمان لسانه طويل وصاير نادبني في كل شيء. الحين بديت تحس؟ فاطمه شلون تقول لي اريده؟ اسمعي يا احمد، لا انت مسؤول عني ولا حد وصل عليك. من حقي يا عف. من حقك. أنا من زمان كنت أتمنى أشوفكم حاطين يدكم في يد بعض. السديم يوميا 5:30 مساء على قناة ذكريات. بوسط الزحمة والجو يحتاج تطرب المزاج. وش رأيك نغير المواجهة؟ لي هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين. يا طيب القلب وينك حرام تهجر ضيقي. وين ما تاخذك الموجة تلقى خزامة. سويسر؟ أين؟ ماشي. تفضل جفرانيل. نفس العلبة اللي لقيناها في نفايات المصنع. هذا العلاج لازم من فحص مخبريا. تعتقد يا صادق هاي القضية ممكن تدخل إبراهيم السجن ويرجع لي ابني؟ إن شاء الله. نعم أنا معك. وطول ما أنا معك لا تخافي. إيهاب؟ مين إيهاب؟ وين شفته بابا؟ أجينا على القهوة. شو بده؟ ما قلنا لك بده يخطب. ايه وانت شو قلت له؟ الحقيقه انا تعجبت من اسلوبه يابا، وقلت له بصراحه انه يعني هذه اول خطبه بتمر علي بهالطريقه. ليش؟ شو اللي ليش؟ واحد بيجيني بالليل وبالشارع شو يعني؟ بس بيني وبينك حسيت انه الولد هيك خجلان، بس يعني واضح انه مؤدب. لا فعلا هو مؤدب. شو يعني؟ كان بيمثل علي؟ لا لا بابا، ايه كمل وبعدين؟ بعدين قلت له خليني اسال البنت اذا بتوافق اهلا وسهلا. ما وافقت، البنات كتار. لا صحيح يابا، هو ما إله أهل؟ لا، كيف ما إله أهل بابا؟ إله أهل وأهله أغنياء كتير. طيب يعني ممكن يكون على خلاف مع أهله؟ ما بعرف، بظن
طيب ليش فكرك؟ بابا، هذا الولد اللي عم تقول عنه مؤدب، أهله أغنياء كتير، يعني ما بيرضوا يزوجوه لوحدة مثلي فقيرة وساكنة بحارة مثل هاي. معقولة يابا؟ معقولة لسه في ناس عايشين بالطريقة هاي؟ هاي الدنيا بابا فيها كل إشي. طيب هلأ الولد بده يجين على القهوة، إيش أقول له إزعجها؟ قل له أنت تعرف جواب حنان شو هو. بعدين بابا مثل ما أنت تفضلت، بنات كتار. ادخل. مرحبا دكتور. علين دكتور، كيف الحال؟ وسهلا. شو أخبارك؟ الحمد لله. عرفك على زميلتي دكتورة نعم. أهلا وسهلا علين دكتور. طبعا دكتور فايز مختص بتحاليل الأدوية الطبية، رجل عبقري في مهنته. أهلا وسهلا دكتور. دكتور تفضل. طفرانيل مضاد للاكتئاب الثلاثي. مضبوط دكتور فايز، بدك تفحص لي هذا الدواء وتشوف نسبه المواد المكونه فيه واذا كانت المواد التركيبيه الطبيه اللي فيه سليمه ولا لا. مسبقا بقول لك سليمه، لانه الشركه بتصنع هذا الدواء معروف وسمعتها جيده جدا، وتقريبا هي المختصه بصنع الادويه النفسيه الصعبه التركيب. كلامك سليم، لكن يمكن يكون العلاج اللي بايدك مغشوش. فهمت عليك دكتور. ماشي دكتور، لما تجهز النتيجة بخبرك. شكرا لك دكتور. شكرا دكتور. أنستك. أهلين دكتور. شو قصدك؟ ما قصدي شيء لا سمح الله، بس فؤاد رافض ياكل، رافض اي شيء. ماشي الحال، حاولي معه، ضلي حاولي معه، انا مش فاضي لك ولا فاضي لفؤاد. ايوه بس اخلصنا. حاضر. ايوه يا عم. شوف يا ابني، أنا حكيت مع بنتي حنان، والظاهر أنت كمان حكيت معها كان موضوع من قبل وعارف الجواب. عارف، رفضت. بس أنا قلت أنا بحاول معك لأنه بعرف قديش الأنسة حنان بتحبك وبتحترمك. ومن مين عرفت؟ عرفت مثل ما عرفت أشياء كثيرة عن حنان، أشياء رائعة وجميلة، بس كلها إجت متأخرة. أنا آسف يا عمي أزعجتك عن ابنك. فعلاً أمره غريب. مش راضي ياكل، انا مش عارفه ايش اعمل، اضربه مثل ما حكى ابوه؟ لا لا، معقول معقول اجبره ياكل بالضرب؟ طيب ايش اعمل؟ الولد اذا بضل هيك بموت. امه، ايوه انا لازم اروح لها وهي تتصرف، بس ابراهيم لو عرف شو راح يعمل فيي؟ أنا مش قد ولا قد شر. مش مهم، المهم فؤاد. أيوة فؤاد لازم يرجع لها، أنا لازم أروح لها. للأسف النتائج بينت إنه العلاج صحيح وسليم، وأنا حصلت على بيانات الشركة المصنعة وفعلا هذا العلاج منهم، يعني هذا سويسري.
انت متاكد يا دكتور؟ كل التاكيد دكتور. معناته هذا لما كشفهم عمران قاموا اخفوا صناعتهم من شان ما يكون دليل عليهم. مستحيل مستحيل. معلش يا نعم لا تيأسي، احنا ماشيين في الطريق الصح وان شاء الله ربنا بكون معنا. شكرا دكتور، عن اذنك. مع السلامة. شكرا لخدمتكم في اي وقت. مرحبا ليلى. تفضل. وطبعا انا سالت على عيال الدكتور صادق ودلوني عليها. المهم ابني فؤاد شو اخباره؟ ما انا جايه مشان فؤاد. فؤاد تعبان كثير يا مدام. شو ماله يا ليلى؟ احكي. اهدي اهدي يا نعم اهدي احكي. ابوه عم بيعامل معامله قاسيه، ضاغط على انفاسه. طب ليش بيعملوا هيك؟ لانه رافض ياكل او يشرب وما في على لسانه غير كلمه ماما. صادق احنا لازم نرجع فؤاد باي طريقه. الوحيد اللي ممكن تساعدنا في هالموضوع هي ليلى. وانا جاهزه. معناته اسمعيني كويس، ايش ممكن اعمل عشان اثبت لك حسن نيتي؟ انا رحت لابوك وطلبتك منه، ايش ممكن اكثر من هيك اعمل؟ بظن انه هذا المكان مناسب لهذا الحكي، اوكي؟ معلش يا ريت تمشي. اوكي. راح امشي. حنان حاب تعرف انه ابوك تركني لما عرف انه انا مصر على الزواج منك. هذا الكلام ما بيعنيني ومو مشكلتي. اليوم أحسن. الله لا يبارك لهم اللي كانوا السبب. أنا نفسي أعرف وين بتروح أنت وصادق كل يوم. معلوم يما اللي بده لاعب القط بده يتحمل خرميشه. ما في داعي لهالحكي يا خالتي، إحنا ما صدقنا نشوفه بخير. ولمين أشكي همي؟ ولمين أحكي اللي في قلبي؟ خلص لما يطلع من المستشفى بالسلام يحكي له اللي بدك إياه، بس هلأ اتركيه خليه يرتاح. ليش هو كان يقدر يحكي إشي؟ ولا يفش قلبه؟ احكي يا عمران احكي يا ابني، مين اللي سوى فيك هيك؟ اسمعي يا امي، اسمعي انت وهي، طول ما انتم مناح مع بعض طول ما انا بألف خير. بدي اياكم تحبوا بعض. ايوه بدي اياكم تحبوا بعض، أي غلطة بتصير حطوا الحق علي. بلاش تحكي كثير يا عمران، بخاف عليك تتعب. طمن أمك بعيوني، بس أنت لا تنفعل، وهي راسها رح بوسه. Thank you.
مالك يا نعم؟ تفضلوا معي. أم حاملة طفل عم يبكي. يا ترى شو المقصود بهالرسمة هي؟ القصد واضح. اللي دخل للغرفة هون قصده تخويف إنعام. لأنه أكيد. أكيد بيعرف موضوعها مع إبراهيم وابنها فؤاد. الست هي إنعام. الطفل بقصد فيه فؤاد. يعني أنت بتقصد إنه اللي حط الرسمة هاي بيكون من طرف إبراهيم شفيق. أيوه. ولا أنت شو رأيك؟ لا يا دكتور، أنا بخالفك الرأي تماماً، لأنه الرسمة هاي لو مزبوط اللي بتحكيه كان ما رسم الطفل وهو عم يبكي. اللي حط الرسمة هاي ما إله علاقة نهائياً بإبراهيم شفيق. أنا بقترح أنه الدكتورة إنعام تترك الفندق فوراً لبين ما ننهي التحقيق. ليالي هون أمن لك، بتمنى إنك ارتاحي عبين ما لاقي لك سكن كويس. فؤاد، بكرة التنفيذ، من شان هيك لازم ترتاحي. والمرضى يا صادق، بسكر ليالي اليوم، أنت لازم تنامي كويس. صادق، أنت إنسان شهم وشريف، أنا مش عارفة من غيرك شو كان ممكن يصير فيي. لا يا نهار، اللي بعمله أنا معك واجب، بتفرض الزمالة اللي بيننا. الزمالة بس؟ أنت عارف يا نعم، اللي بيننا أكبر من الزمالة. أنا من أول يوم شفت فيه المستشفى حبيتك، لساتني بحبك. ما هي هاي مشكلتي، إني لساتني بحبك. عم بتقول إشي؟ لا أبدا أبدا. لا الحمد لله، أنت اليوم صحتك أحسن. يعني بقدر أطلع من المستشفى يا دكتور؟ وين تطلع؟ صرت زهقان منك؟ تعال شوف صاحبك كيف بيحكي. مرحبا خالتي من عمران. هلا. كيفك يا هيام؟ الحمد لله. شو اللي بسمه؟ أطلع ما أطلع هاي؟ دكتور صادق، أنا لازم أطلع عشان أكمل شغلي. أنا نفسي يا عمران أعرف إيش هي شغلتكم هاي بس. يا عمران، لازم تضلك هون كم من يوم، أنت عارف إنه وراك عملية مهمة وصعبة. مستحيل يا دكتور، أنا لازم أطلع لأنه وراي حسابات ولازم أصفيها. عمران، حسابات الورشة؟ اغلب الناس يبغوا شكلهم حلو، يبغوا ابتسامه حلوه، فقولي لي انا نفسي ابيض اسناني بس اسناني حساسه، ايش اقدر اسوي؟ انصح باستخدام سنسودان كلينيكال وايت، لانه فيه مواد مثبته علميا انه هو يبيض الاسنان درجتين وفي نفس الوقت يحميها من الحساسيه. انا اثق في سنسودان كلينيكال وايت. اليوم انت سويتها، سويتها. اليوم اخذت سنترم واخذت خطوه للامام للعنايه بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الالف للزنك عشان تقدر تقول كل يوم اكيد سويتها. مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علمياً باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. ما
اريد منك يا طراد انك تعلم الصبر، ترى الصبر زين. يا عقاب افهمني زين، بخيت ولد اخوه طراد كل همهم انهم ياخذوا السيف والخنجر منك وانت تفرج بعيونك. بالتدريب كل شيء يصير يا اخوي. كل 5 سنين باول يوم من ايام العيد تبدا الاحتفالات بيوم الفرسه، واللي يفوز ياخذ السيف والخنجر ويصير فارس العشيره وعقيد ربعها. الله يبعدنا عن شر النميمه والغيبه يا عمي. شلون ما سويت شيء يا فرهود؟ من اللي اعطى جريد وعطوانا المال لاجل يذبح اطراد؟ الصحوه يوميا 6:30 مساء على قناه ذكريات. حسابات الورشة. ليش ما توافقي؟ ما دام ترك أهله عشانك هذا أكبر دليل إنه بحبك وما بده يخسرك. بعد ما حكيت لك اللي عملوا معي؟ حنان حبيبتي، حنان رب ضارة نافعة. أنت غلطتي لما رفضتي الواقع اللي كنت عايشة فيه. صدقيني إنك بنت بشوات، يمكن أسلوب إيهاب معك هو اللي غيرك ورجعك لعقلك. يعني خطا ايهاب معك عمل فايده الك انت. انت ايش اللي بتحكيه يا سعاد؟ مثل ما بقول لك حبيبتي، انا دائما بفسر الشيء تفسيرين. يعني خدي مثلا قضيتي مع دلال. انا السعاده اللي لقيتها بمدرسه توفيق الباشا اكبر بكثير من السعاده اللي لقيتها بالمدرسه اللي بدرس فيها. يعني انت قصدك انه دلال سرقت الاسئله وانت انطردتي من المدرسه؟ حبيبتي مش هذا المهم هلا. المهم انه هاي الحادثه جابت لي سعاده ما كنت بتوقعها. خلتني اكتشف كثير شغلات كانت غايبه عني. بجوز كل اشي بيصير. حنان حبيبتي فكري كويس بإيهاب، لا تضيعي منك فرصة شاب بحبك مستعد يضحي عشانك. فكري حنان.
دكتور صادق، يا ريت لو توصلني على بيتي. خير يا ليلى، مالك؟ بصراحة أنا خايف كتير، إبراهيم ما راح يسكت، راح يقيم الدنيا ويقعدها على راسي. طيب طيب، لا تخافي، هلا بوصلك. شكرا يا ليلى، هذا معروف عمري ما راح أنسالك يا طول حياتي. ولا يهمك، المهم ديري بالك على فؤاد، إبراهيم مش قليل. ايش؟ خطف فؤاد وهربوا؟ برميكم في السجن كلكم، كلكم انتوا كل ذات الروضة. خير يا بيك، خير. شوفي، خطف فؤاد من الروضة. مستحيل. والمربي ليلى وين راح؟ المشرف شايف ليلى تطلع مع فؤاد بالسيارة. معقول يكون اللي خطفه واحد من منافسينا؟ درويش الاور مثلا؟ لا 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 لا، مش ممكن، درويش مش ممكن يعملها. صحيح انه العين بكرهني، بس لا يدرو يلمس اعز انسان عندي. مين ممكن يكون؟ اسمع، خلي واحد يراقب لي الدكتور صادق 24 ساعة. حاضر يا بيك. حاولوا اعرفوا وين بروح، راقبوا لي اياه، العيادة، المستشفى، البيت وبيت قرايبه والقهوة، كل دار يبعت فيها. اطمن يا بيك، لا تشغل بالك. عثمان، بأي طريقة يعرفوا لي عن إنعام وين ساكني؟ راقبوها وجيبوا لي أخبارها. حاضر يا بيك، حاضر يا بيك، هدي أعصابك، هدي أعصابك. ألو، هنا وصلنا يا نعم. أنت متأكد من هاي الست؟ أيوة متأكد، هاي ست كبيرة وراح تعيش عندها وراح تكون بأمان، من شان إبراهيم ما يندل مكانك. مش أنت خايف على فؤاد؟ يلا يلا. أهلين خاتم فارس. أنا دكتور صادق. أهلين أهلين يا ميت، أهلا وسهلا. أهلين فيك. كيفك يا دكتور؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله مبسوط. الحمد لله. كيفك يا بنيتي؟ الحمد لله، الله يخليك. نحمد الله ونشكر. خاتم فارس، الدكتور أنعام اللي قلت لك عنها. يا ميت، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. الدكتور أنعام راح تضل عندك كم من يوم بس. بعيني وراسي يا دكتور. تسلمي. شكرا. شو اسمك حبيبي؟ فؤاد. عاشت الأسامي يا فؤاد. تعال معي، تعال يا حبيبي، تعال. نعم، خذ هدول. صادق، انت لازم تاخذيهم، يمكن تحتاج شيء رايحه جاي. بعدين هون ما في تليفون، اقرب تليفون في الدكان ورجيتك اياه واحنا جايين. واذا لازمك شيء احكي معي. ليه؟ انت ما راح تطل علينا؟ طبعا لا. ليه؟ نعم، عندي احساس اني راح اتراقب من جماعه ابراهيم. بفضل اني ما اجي لهون الا في الحالات الضرورية. كيف رح اعرف اخبارك؟ ممكن بين فترة وفترة ابعث لك اياها من خالي، هي بتنقل لك كل الاخبار.
وبعدين مش انت مش حابه تشوفيني؟ بالعكس، انا حابه اشوفك 24 ساعه باليوم. على حساب انا واحد من طرف ابراهيم وبدي ادمر كل حياتك ومش عارف ايش. خلص كنت غبيه، ممكن تسامحني؟ طبعا. نعم، انا الوحيد اللي بعرف انك كنت تمر بظروف صعبه وبعذرك، بس لعلمك انه في كثير ناس بحبوكي. عن جد؟ ايوه عن جد. نعم، بدي اياك تديري بالك على حالك كويس وطلع بالبيت ما فيها. عن اذنك. فتشنا معظم الصيدليات واخذنا عينه من كل النماذج، لكن مع الاسف كل النتائج اثبتت انها صناعه اجنبيه. يعني ابراهيم سحب كل الادويه من السوق، حتى من الصيدليات اللي بتعامل معها. هذا اذا كان فعلا يصنع ادويه غير قانونيه. يعني حضرتك بتعتقد ان ابراهيم شفيق بريء من كل التهم هاي؟ دكتور صادق، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإبراهيم لحد الآن ما في أي دليل ولا مستمسك ضده. من السهولة جدا أنه يرفع عليه قضية وعلى الدكتورة إنعام ويكسبها. معنى الكلام أنه إبراهيم صار رجل كويس لأنه ما رفع قضية علينا لحد هلأ. بالضبط. على كل حال هذا الكلام بزيدني إصرار أني أتابع إبراهيم حتى أجد الدليل اللي يدينه، والدليل راح يجي لك بأقرب فرصة. عن إذنك يا بيك. مع السلامة. يمكن خسرت كل شيء مشانك، بس مش ندمان، لاني اذا فزت فيكي بعتبره هذا اجمل فوز واغلى فوز. ايهاب، افرض انه انا وافقت على الزواج، كيف رح نعيش؟ بنعيش كيف ما كان. هذا مش كلام، الحياة صعبة. أنا سيارتي بتجيب مبلغ كويس وأنا بسوق منيح، إذا بعتها بجيب تاكسي وبشتغل عليه. أنت مش متعود على البهدلة إيهاب، أنت تعودت إنه كل إشي يجي لعندك يكون جاهز، يعني هيك ما بتلاقيها صعبة عليك؟ بالعكس، أنا حس هلأ وأنا بحكي معك إنه أنا فهمت المعنى الحقيقي للرجولة، وخاصة إنه هلأ أنا معتمد على حالي ومش معتمد على أهلي. عشان هيك أنا متشجع إني أتزوجك. أنا مش مصدقة الكلام اللي بتحكيه، مش سهل. لا صدقيني يا حنان، كل شي بتغير، أنا تغيرت وأنت تغيرتي. كلام روايات وبنخليه واقعي. مش بهالبساطة. مشانك أنا مستعدة أعيش بالصحراء إذا بتوافقي. إيهاب، أنا متعودة على حياة البساطة والحياة العادية، بس أنت بتقدر؟ أيوة بقدر، وأعطيني فرصة خليني أثبت لك. خايفة؟ الخوف هو طريق الأمان. طيب وأهلك؟ أهلي إذا بدهم إياني بدهم يوافقوا عليك كزوجة. شو قلتي؟ أرجوك توافقي. إيهاب، ما بعرف شو بدي أقول. بدك تقولي آه. طيب
طيب انت روح شوف بابا وشو بيقرر. انا موافق على قراراته. انت ما عندك قرار؟ لا لا عندي، بس قرار بابا هو الاصح، وانا ما عندي قرار تاني.